إذن تابعنا وإياكم هذه الرسائل حول جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري في بيروت يوم الثلاثاء الماضي، وفي الحديث عن الشق القانوني لتداعيات تلك الجريمة وتداعيات جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في حق أهلنا في قطاع غزة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة، رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين الأردنيين الأستاذ يحيى أبو عبود. أستاذ يحيى مساء الخير. مساء النور أخي الكريم إلى كل المشاهدين الكرام. حياكم الله. دعني أبدأ معك من النقطة الأوسع أستاذ يحيى. أنتم أعلنتم عن تشكيل تحالف دولي، وهذا لملاحقة ومحاسبة الكيان المحتل على جرائمه ضد أهلنا في قطاع غزة، وهذا يأتي بالتزامن أيضا مع خطوة أقدمت عليها جنوب أفريقيا بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية. حبذا لو تحدثنا عن تفاصيل هذا التحالف الذي أعلنتموه. أخي الكريم، ابتداء هذا موضوع تحدثت فيه نقابة المحامين منذ بدء معركة طوفان الأقصى. نعم. وأخذت على عاتقها نقابة المحامين يعني أن تسير قدما في موضوع المساءلة القانونية والملاحقة القانونية لقادة الكيان الصهيوني وأفراده، وكذلك الأمر محاسبة هذا الكيان. ثم بعد ذلك تم توحيد الجهود مع النقابات العربية، واستضافت نقابة المحامين في عمان اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، وبعد ذلك تلقينا دعوة من الجزائر، على إثرها تم إعلان التحالف الدولي لدعم الشعب الفلسطيني قانونيا. المسار هذا يعني كان على جهتين: الجهة الأولى وهو إعداد الملفات القانونية بما تتضمن من توثيق ورصد لحالات الانتهاك للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام اللي قامت فيه قوات الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس، بما يتضمن ذلك من تقديم هذه الدعاوى أو الإبلاغات سواء إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى المحاكم ذات الاختصاص العالمي اللي هي تحاسب أو يمكن محاسبة مجرمي الحرب ومجرمي الإبادة أمامها في عديد من الدول الأوروبية، وكذلك الأمر إعداد الدراسة القانونية والملف القانوني للمضي قدما بإقامة المسؤولية الدولية والملاحقة القانونية للكيان الصهيوني و بما يعمل من أفراد ومن جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة العدل الدولية. وخطبنا عديد من الدول حتى تقوم بهذا المسار، على رأسها دولنا ومن ضمنها الجزائر والأردن وكافة الدول العربية خطبناهم، وكذلك يعني خطبنا جنوب أفريقيا على أساس أنه هي سابقا تقدمت بإبلاغ إلى المدعى من المحكمة الجنائية الدولية، ثم تطور الأمر لديها إلى أن تقدمت بدعوة أمام محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي. ويعني إحنا كنقابات مهنية هون في الأردن وبصفة رئيس مجلس النقباء ونقيب المحامين وجهنا مطالبة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بضرورة الانضمام إلى جنوب أفريقيا في الدعوة اللي أقامتها. والأردن بصراحة يعني لها تجربة مهمة في هذا المجال، سابقا الأردن كان لها دور مهم جدا في الرأي الاستشاري اللي صدر عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالجدار العازل، وكان لموقف الأردن القانوني ومرافعاتها القانونية أثر بالغ في صدور هذا القرار. ثم أن الأردن أصلاً هو كان قراراً أم أنه فتوى فقط، مجرد فتوى صدرت؟ أعتقد قرار استشاري يعني فتوى. نعم. لكن هذا القرار شخص حالة قانونية مهمة
غاية في الأهمية يمكن الاستناد إليها في أي قضية ممكن أن تثار أمام أي جهة قضائية سواء محلية أو دولية أو عالمية أممية يعني، وهو أن الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية لا يحق له أن يمارس حق الدفاع المشروع، لأن حق الدفاع المشروع مقرر للضحية وليس للجلاد. فهذا المرتكز مهم جدا، لأن الكيان الصهيوني استند بأنه في إقامته للجدار العازل هو يمارس حقه في الدفاع المشروع عن المستوطنات وأمن المستوطنين. لكن الرأي الاستشاري إذا ما حكمت على الدولية بيّن بأنه ليس من حق الدولة المحتلة أن تمارس حق الدفاع المشروع على الشعوب التي تقع تحت نير الاحتلال. كذلك الأمر الأردن أصلا في قامت أو مشتركة في الدعوة المقامة أمام العدل الدولي المتعلقة بالأثار القانونية التي مدى قانونية الأثار التي يجريها الاحتلال على المناطق المحتلة وتحديدا على المقدسات، وهذه يعني دعوة صار لها سنتين مرفوعة. احنا الآن نطالب الأردن، حكومة الأردن بحق يعني أن تنضم إلى جنوب أفريقيا في الدعوة المقامة حاليا أمام العدل الدولي، وموضوعها منع جرائم الإبادة. نعم. وفقا لاتفاقية منع جرائم الإبادة ومعاقبة مرتكبيها. هذه الدعوة لها أهمية بالغة، أنه ممكن يحصل فيها قرار إعدادي أو قرار إجرائي بيدعو إلى وقف الكيان الصهيوني لعمليات الإبادة التي يرتكبها بحق شعبنا في غزة وفي الضفة الغربية. هذا المجهود القانوني اللي هو المسار الأول. المسار الثاني برضو كمان احنا أخذنا على عاتقنا أنه أن نترافع أمام الجهات الدولية القانونية غير المحافل القضائية. نعم. للدفاع عن الحق الفلسطيني وإعادة طرح القضية الفلسطينية كحق عادل ومشروع للشعب الفلسطيني أن يقرر مصيره وله أن يمارس حق المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة لدحر الاحتلال. هذا مسار كلياته نحن جزء هام فيه، ونقدم كافة إمكانياتنا كنقابة محامين بالإضافة للنقابات العربية وجزء من النقابات الدولية والمحامين الذين يعني يشتركوا معنا في هذا الهم. بتعرف المحاماة رسالة إنسانية، نعم، رسالة سامية للدفاع عن المظلوم أينما كان. فهناك شركاء لنا كثر يعني في يحملوا جنسيات غير عربية، يعني أوروبيين وآسيويين وأفارقة، وإن شاء الله إنه هذا المجهود يعني يكون داعم ومساهم لأولا وقف العدوان، ثم ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وعدم إفلاتهم من العقاب، حتى يكون رادع لهم ولغيرهم ولكل من يشد على أيديهم أو يدعمهم أو يقدم التسهيلات لهم في عدوانهم على الشعب الفلسطيني. نعم. وإن شاء الله إحنا يعني لدينا رؤية واضحة ولدينا مسار واضح. كل يوم ينضم إلى هذا التحالف شخصيات قانونية دولية وعالمية مهمة، وهذا بالنهاية يصب في مصلحة الرأي العام العالمي الذي يعني أصبح الآن بنسبة أعلى في جانب الحق الفلسطيني في مواجهة الباطل الصهيوني. نعم. أستاذ يحيى، يوم الخميس المقبل ستقدم جوهانسبرغ مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، سترد تل أبيب في اليوم التالي يوم الجمعة على تلك المرافعة، ولكن دعني أفهم بصفتك أنت خبير قانوني في هذا المضمار، ما هي حظوظ هذه الخطوة، وهل سيترتب عليها فعلا وقف إطلاق النار أو قرار بوقف إطلاق النار، وإلى أي حد، أو هذا القرار هل له طبيعة ملزمة لتل أبيب؟ يعني بالتأكيد الحظوظ يعني مرتفعة إن شاء الله. محكمة العدل الدولية يعني فيها شيء من الاستقلال أكثر من المحكمة الجنائية الدولية. هناك في حظوظ مرتفعة لأن يصدر قرار مؤقت أو قرار إعدادي أو قرار يعني غير فاصل نهائيا في النزاع، يتضمن وقف
جرائم الإبادة، لأنه يعني هذا على عاتق الإنسانية كلها أن تدعو لهذا الأمر، والمجال متاح لانضمام عديد الدول في مطالبة جنوب أفريقيا. وأعتقد أنه إن شاء الله سيكون هناك توجه لهذا الوقف، والحظوظ مرتفعة، و يعني كل ذلك يحتم علينا أن نقدم كافة الدعم والمساندة لملف جنوب أفريقيا في مواجهة التيار الصهيوني. نعم، ولكن كدول أو كأفراد. لدي نقطة فقط يعني قبل أن أودعك أستاذ يحيى. من الناحية القانونية، وجهة نظركم في جريمة اغتيال الشهيد العاروري كونها حدثت على أرض دولة عربية، هل لذلك أي تبعات أو أثار قانونية؟ بالتأكيد يعني هذا يشكل عدوان على سيادة لبنان، العمل هذا اختراق الأجواء حتى لو لم يسفر عنه قصف أو قتل، هذا عمل من أعمال العدوان. ولبنان قدمت شكوى في هذا الصدد لمجلس الأمن، ولكن نحن نعلم بأن مجلس الأمن يعني الفيتو الأمريكي يعني يحسم المسألة، وهذا المسار الأمريكي يعني سيعجل من نهاية الأمم المتحدة، لأن أصبحت الأمم المتحدة يعني كيان عالمي تتحكم في أمريكا أو أي دولة أخرى من دول التي لها حق النقض الفيتو. وهذا يعني ولد شعور عند عديد من الدول العالم كالهند وتركيا وباكستان واليابان وألمانيا وعديد، مش ليس فقط في موضوع غزة، إنه يعني هناك مزاجية عالية تحكم أداء مجلس الأمن، والسلم الدولي والأمن الدولي يحتاج إلى أدوات وطرق لصياغة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تختلف عن الواقع الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا الموضوع برمته اغتيال الشهيد صالح العاروري يشكل عمل من أعمال العدوان وجريمة حرب واضحة المعالم بحق السيادة اللبنانية، وبحق شخص الآن له دور سياسي واضح، قيادة سياسية لا يعتبر من الذين يعني يحاربون الكيان الصهيوني بالأعمال المادية، وإن كان ذلك فهو يمارس حقه في مقاومة المحتل. نعم. وكما ذكرنا ابتداء لا يحق لإسرائيل ككيان أن تتذرع بأي عمل تقوم به بأنها تمارس حق الدفاع المشروع حتى ولو في مواجهة المقاومة الفلسطينية المسلحة. نعم. يعني حتى لو الذين يحملون بنادق في مواجهة الكيان الصهيوني يتبعون إلى مقاومة الشعب الفلسطيني، لا يحق من وجهة نظر القانون الدولي لإسرائيل أن تدعي أن هناك حق لها في الدفاع المشروع عنها، لأنه هي أصلا دولة محتلة، دولة محتلة وتحتل شعب يمارس حقه في المقاومة. نعم، شكرا جزيلا رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين الأردنيين الأستاذ يحيى أبو عبود، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف. وأنتم أيضا مشاهدين، إلى هنا نأتي على نهاية هذه التغطية المفتوحة. أشكر لكم طيب المتابعة، أترككم بحفظ الله ورعايته، سلام الله عليكم.